تسجيلات جبائية وتبسيط وموائمات الإجراءات. توضيح بخصوص الإحفاء الضريبي في الحليب الطازج. حنا نشوفوا الحليب الطازج، نعاود نقولوا له بلي هذا الحليب مادة من المادة الاستهلاكية، الدولة حفاتها من جميع الضرائب والرسوم، لكن على شرط أنه ما يغيرش من الحليب الطازج ويبعد من أجل الاستهلاك. لو كان يضيف له غير مادة ما يوليش حليب طازج، يعني باللغة الفرنسية لو لي كرو ما يوليش حليب طازج. لهذا هذا الفئة المنتجين للحليب الطازج وليدو لا كوليكت، يعني ليدو الجمع، ليد الجمع والحليب واللي ينتج الحليب الطازج، يعني تقريبا كاين وكاين شركات اللي عندها البقر من اجل انتاج الحليب، وكاين اللي يجي يدير لا كوليكت بالك شفتهم لي سيتان برا، هذوك ثاني استفادوا من احفاء الضريبة. رسم التسجيل المطبق على عقود الايجار المهنيه بالتمليك، حيث حنا في الرسم هذا لو دروا دونجيسيومون كان يطبق 2%، من اجل هذا 2% كان عائق بالنسبه للملاك، يقول لك انا عندي ربح حوالي 2% اكسترا، حتى ولو كان اللي ما يبغيش يكري اكسترا. المشرع ارتاى ان يضع تدير قيمه ثابته لها 4 دينار ثابته، يعني الطاكس فيكس، الطاكس فيكس 4 دينار تطبق مباشره. إضافة للأستاذ بن عدة زاد جابون وين يعطي امتياز للضريبة المطبقة على التحقيق المصوب والتحقيق المعمق الوضعية الجبائية، يعني لو فاس لو كونترول سيبلي، زادهم المشرع وصلهم 30 يوم من اجل تقديم التصريح. خاطر كان على حسب التجربه تاعنا لاحظنا ان من اجل تقديم الوثائق من اجل المراقبه كانت هذه العمليه شويه صعبه من اجل جمع الوثائق، يعني تجيب شخص يولي لارشيف تاعك 4 سنين اكسترا باش يلام صوالحه الفوضيط. توسيع تشكيل